معانا على التليفون الاستاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي. اهلا بيك يا استاذ لطفي. ويعني استقبال حافل بالورود للاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر بعد عودتهم النهارده من الكاميرون، بتشوف ازاي اهميه الدعم يعني الموجه لمنتخبنا القومي؟ انا شايف انها بادره طيبه جدا لاستقبال المنتخب الوطني بعد المجهود اللي قدمه والعروض القويه اللي قدمها. انا شايف ان احنا لعبنا أربع نهائيات في هذه البطولة في مواجهات صعبة جدا، سواء من مباراة كوت ديفوار لمباراة المغرب لمباراة الكاميرون حتى النهائي مع السنغال. دي كلها نهائيات مبكرة، فأنا بواجه أبطال، فأنا شايف إنهم أتوا عليهم وفق المتاح بالنسبة لهم، حققوا إنجاز إنهم أول منتخب في تاريخ البطولة يلعب أربعة إكسترا تايم في تاريخ البطولة. فكان مهم جدا إن نستقبلهم النهاردة بالورود، وحتى اللعيبة وهي بتاخد الورود بعد ما بتعدي من مراسم تنصيب الورود بتقلعها، لأنها مش حاسة، يعني ده نوع من هي حاسة إنها كان نفسها تجيب البطولة، كان نفسها الورد ده يبقى موجود مع الكاس. فأنا مقدر الناحية النفسية اللي هم فيها، لكن ده شيء كويس عشان حتى يقدروا يتعمل لهم حالة انتعاشة قبل مباراة السنغال تصفيات لكأس العالم. فمهم جدا النهارده الاستقبال ده، مهم ان زمايلهم في فرقهم يقابلوهم كويس، يبقى في نوع من تعضيد لموقفهم ويحسوهم على المباراة اللي جاية. أنا ممكن أكون خسرت جولة لكن ما زالت الجولات الأخرى طبعا متتالية، وعلى رأي الكابتن لطيف الجايات أكتر إن شاء الله. شكرا جزيلا، إن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي، شكرا لحضرتك.